اي كبابجي بيتقال عليه حاتي، لكن مش اي حاتي يبقى الحاتي. الحاتي بقاله 80 سنة خبرة من سنة 38. شوف الموزة عاملة ازاي؟ يا عيني عليها، ولا المحاشي والمشاوي والبط، إلا البط بقولك 80 سنة خبرة. الحاتي يعني أطول بوفيه مصر في قطر، يعني أكبر صالة طعام. كل اللي تتمناه هتلقاه. قلتلك مش أي حاتي يبقى الحاتي.